Angry, upset. Angry, upset. Angry, upset. Carmichael Mark Man. Angry, upset. طبعا angry و upset في اللغة الإنجليزية لهم نفس المعنى لكن في اختلاف واضح بينهم وبين بعض. تعال كده نعرف كلمة upset. upset يعتبر صفة ومعناها ان انت ايه غاضب، وطبعا دي يعتبر حاجة كده يعني ايه غضب، بيجي لك غضب مؤقت عشان حاجة حصلت في لحظة معينة كده. يعني ايه انت مثلا قاعد في قهوة والهواجي يعني ايه صب على هدومك الشاي، فانت اصبحت كده ايه عندك نوع من الغضب يعني، فيبقى ايه هو غضب مؤقت، فعشان يقول لك ايه I am upset يعني انا متضايق، يعني عندي نوع من الضيقة عشان ده ايه حصل. مثال تاني، انت واقف في الطابور وحد زقك كده غصب عنه، لكن الزقه دي كانت صعبه شويه وانت وقعت، فانت حسيت بنوع من الغضب، فانت كده ايه you are upset. you are upset فهي يعتبر صفه. سؤالك دلوقتي، هل ينفع استخدم upset على ان هي فعل؟ ينفع تستخدمها على ان هي فعل. على سبيل المثال don't upset me يعني ايه لا تغضبني، او ايه ما تخلينيش ما تضايقنيش يعني don't upset me. طيب ديت قصة upset. ايه قصة angry؟ طبعا تعلمت كلمة angry في ابتدائي والاعدادي والثانوي والجامعة. angry معناها غضب، لكن غضب شديد شوية، فعشان كده هي لها معنى اقوى شوية من كلمة upset. upset ممكن تكون غضب بس مش غضب قوي، لكن angry غضب قوي جدا. انت على سبيل المثال عندك عربية وابنك خدها الصبح من غير ما يقول لك وراح خبطها في مكان والعربية اتدشملت، فانت في اللحظة دي هيبقى عندك نوع كبير من الغضب، ان انت غضبان جدا ان هو ازاي ياخد العربية من غير ما يقول لي وازاي يكسرها كمان، يعني ده مصيبة اكبر شوية، فانت كده في حالة من الغضب عشان لك ايه you are angry. you are angry. مثال تاني، انت مثلا رحت الامتحان وفي الامتحان سقطوك صح، وبعد ما سقطوك وجدت ان الدرجات اللي انت خدتها اصلا درجات ما هيش عدل، يعني ايه ده انت بعد ما ذاكرت وابذلت جهد كبير برضه سقطوك وده مش عدل، فانت حاسس بالغضب الشديد، عشان كده ايه you are angry. you are angry. سؤالك دلوقتي، هل ينفع استخدم upset و angry في نفس المثال؟ ينفع، اقول لك ازاي. لما قلت لك في المثال الاولاني ابنك خد عربيتك وايه وخش في حادثه والعربيه باظت، انت يبقى عندك شعورين. اول شعور ان انت upset ان هو ايه ان هو خبط، يعني انت برضك عندك نوع من الغضب ان هو خبط العربيه وانت ايه قلقان عليه. والشعور الثاني you are angry، ليه؟ لان العربيه كسرت، فانت ممكن تشعر بالupset بين upset وبين angry في نفس الايه المثال. في المثال الثاني اللي قلته لك انت دخلت امتحان وسقطت في امتحان وبعد كده وجدت ان ايه الدرجات مش عادل، اول شعور ليك انك سقطت انك upset يعني نوع ان انت متضايق ازاي سقطت. الشعور الثاني you are very angry، ليه بقى؟ لانه مصر الدرجات ما هيش درجات عادل، فعشان كده انت you are very angry، وده الفرق بين upset و angry. عشان تتعلم صح حاول تستخدم الكلمات هم في جملتين تحت في الكومنت، وانا بقول لك ان هم صح ولا غلط. قبل ما تمشي اعمل لايك للفيديو عشان تساعدني زي ما بساعدك، عشان اقدر اعمل لك فيديو تاني ان شاء الله. في نهايه الفيديو بشكرك وبقول لك انا موجود على التيك توك والفيسبوك واليوتيوب. في نهايه الفيديو بحب اشكرك وبقول لك thank you so much for watching. enjoy the video and see you next time.